كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 على كنوز اف ام. صباحنا خير مع ريم. صباحكم ان شاء الله يكون مزيان وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. 8:15 دقيقه على موجات كنوز اف ام تسمعوا في صباحنا خير باش نحكي وغوفو دو بريس. نرجعوا على اهم المقالات من قبل هذيا. نوجهوا تحيه لكم انتم اللي تسمعوا فينا. شكرا للناس اللي تتفاعل معنا. شكرا للناس اللي تجي تسلم علينا في مقر الاذاعه في الصحه. عباس من الجزائر مرحبا اهلا وسهلا بيك وشكرا ليك على خاطر جيت سلمت علينا وتحيه ليك وللعائله الكل. نحيي وزاد الاستاذه عفاف كرعود اللي طلبت زياد غرسة عدينا لك الغنية. إن شاء الله نهارك مبروك وتحية ليك أستاذة. شكرا ليك على المتابعة. شكرا زيادة للناس اللي تفاعل معنا على صفحة الرسمية. سي أحمد صباح النور مدام سميرة أهلا وسهلا بيك. وتتفاعل حتى فيما يخص الفقرات. تقول مثلا القطار المتجه للعاصمة وصل للقلعة معبي والخدامة قالوا لهم ما فماش بلايز وصار تعطيل بساعة وما خرج كان بالقوة العامة. هذا الكومنتير متاع مدام سميرة على الصفحة الرسمية لكنوز اف ام. سينو زاد نسلموا على سي محمد سي علالة من المنستير ويتمنى حظ سعيد للاتحاد المنستيري. فما كورة اليوم مكرم ولا لا؟ فما كورة نحن نتمنوا الفوز للجمعيات كل معناها حتى واحد يخسر إن شاء الله. أما في إطار الروح الرياضية والشفافية وحق العباد. كلامك حمالة وأوجه أمانة مانيش ندخل معاك في الكلام متاعك. ما نعرفش عليك أنت شنو الخلفيات متاعك سي مكرم. احنا نتمنى وحظ سعيد لكل الفرق. ما عادش نحكي معاك سبور بالكل انت بالكل 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 ما عادش نحكي معاك سبور. تحية لكم وين ما كنتوا. تحية لكم وين ما يصلكم لي فريكونس نتاع كنوز اف ام. مرحبا بكم وشكرا لتفاعلاتكم. شاسكم للجرايد التونسية. نحكيوا على أكثر الأخبار اليوم اللي خرجت في جرائد المغرب الشروق والصباح بتاريخ 26 أفريل 2023. الخبر مقدس. الخبر مقدس. الخبر مقدس. قبل ما نبدأ في السياسة باش نعطيكم عنوان في جريدة الصباح. رحل شهر الصيام وظل رمضان التلفزيوني في البال ولكن بأي حال. وباش نسألكم شنو تفرجتوا في رمضان؟ شنو قعد في بالكم البرمجة رمضانية؟ رمضان فرشتوش؟ فلوجة كما بلا شيء مسلسل؟ باهي انت عاد بطل نتاع الكاريرا. لا بطل حتى هذا عطيه عاد مش بطل انا ضحيه الكاميرا كاشي. البطل هو عربي سنيجري. بطل الحلقه هذه اللي تعدى فيها مكرم. انت فقت بهم. انا حسيتك فقت بهم. ما نعرفش علاش هو اني فقت. هو يقول اني فقت في اللخ. تعرفش علاش كواليس الحلقه انا نعرف صاحبي انا نعرفه مليح. صاحبي يخوف برشا من الهيكا ومن الواحد يخاف يحب يحافظ. تحيه لي صاحبي بكار. يبدا واحد يتكلم بيان سور. هو مش خوافه كلمه خوافه اما هو يلتزم بقوانين اخلاقيه. يقول لك يا خويا انا ما ضربوني ب 20 مليون و20 مليون و20 مليون اللي مش خلص الخطايا المتكرره اللي صارت. يبدا كي واحد يحاول مش يخرج على الاطار يقول لك لا انا لا وخطيني وكذا ولا مكرم لا صاحبي لا. دونك انت هذاك علاش فقط ثاني في الاخر السيد الطاول اكثر من اللازم نضحك يعني يقول في حكايه خالته وما تتقالش في التلفزه مش ينرفزني. وصاحبي ساكت. قلت بالضبط وصاحبي ساكت فيها حاجه. انت ظهر لي انت وسي العربي كاميرا كاشي على طول العام كل نهار فين عندكم كاميرا بلا تفرجوا كانوا رابيعين بخير الارضين عندكم كاميرا كاشي مع بعض تفرجوا للعرض. بي استاذ شنو تفرجت في رمضان؟ هو اكيد فلوجه. فلوجة وعندي رأي فيه معناها بالحق معناها ما بتعرف الأعمال الفنية يلزم بعض قدراته وحد أدنى من القدرات الفنية لتقييمه. وأكثر حاجة معناها تعكس جدية النقد ولا جدية التناول نتاع موضوع معين هو الفرجة كاملة عليه. معناها لأنه احنا ماناش في معناها فيلم سينمائي احنا في مسلسل. الحلقه الاولى فلوجه ولكن بعد الناس بدلت رايها ورجعت تتفرج. وحتى الناس بدلت رايها على ايقاع معناها تطور الاحداث التطور الدرامي وهذا هو اللي يلزم الناس تنتظره باش يكون التقييم نتاعها معناها تقييم واضح وعلى الاقل بثوابت ولا شواهد معناها موضوعية. ما تفرشوش في جبال. أنا اللي أثار انتباهي هو موقف وزارة التربية ووزير التربية اللي معناها أكوتي دلا بلاك تعرف خارج الإطار الزماني والمكاني. رضخ برشا رضخ في فيسبوك وراء الشعبوية بتلعب به. إن شاء الله إصلاح التعليم ما يكونش هكا معناها كما
كما موقف الوزير. حياة السيد بصفحة رقم 9 في جريدة الصباح تتحدث على دراما تونسية في شهر رمضان، تقول تدهور مستوى الانتاج الدرامي مشكل لا يمكن السكوت عنه. دراما عند غيرنا اليوم صارت لتحقيق الثروة وللترويج لصورة البلاد، وتقول زيادة دراما ليست للاستهلاك الفوري وإنما تأثيرها يمكن أن يكون أكبر مما نتصور. لابخذ الناس اللي تبعت مثلا الأعمال الدرامية في مصر وإلا سوريا ولبنان، زيادة حتى حركة الانتاج عندهم وليت فريمون تمشي بنسق سريع، والعبيد وليت تشوف تطور فيه على مستوى الصورة على مستوى الأداء وحتى على مستوى الأحداث والقصص والسيناريوهات في الدراما العربية. دراما تونسية مازالت رغم اللي عنا مهرجان كارتاج السينمائي وعنا موارد مستقرة للتلفزة التونسية للتلفزة العمومية، أما ننجو مرة في العام أستاذ كان في رمضان. هذا هو اللي يثير معناها تساؤلات عديدة. هو الحقيقة من دراما إمكانيات اليوم الإمكانيات متوفرة راهو وزارة الثقافة بمعناها معناها كي تمول لك مسلسل ولا فيلم تتسمى باهي برشا. اليوم فنانين أستاذ قاعدين يموتوا ما لقاوش الدواء. اليوم فنانين قاعدين بطلة صحيح. اليوم هي ما قادش مش الفنانين نتاعها والممثلين ومش دعمهم حتى مش دعم عمل مسرحي حتى الانتاج يصير معناتها رمضان 20 تو دراما المصريه مثلا يخدموا يا اما 15 حلقه يا اما 30 حلقه المسلسل، ويخدموا في الاغلب 15 باش يعطيو فرصه لاكثر اعمال انها تتعدى. احنا مالوغوزمون يخدموا مسلسل كل قناه تقريبا سنه، فما الحوار التونسي والوطنيه وكل مسلسل ب 20 حلقه والاربع حلقات نتاع الجبل الاحمر ما كملوش طاروا بيهم. دونك رمضان كانه 20 حلقه فقط، ويقول لك على خاطر الكلفه للضغط على الكلفه وما نجموش اكثر. المصاريف تمشي في حاجات اخرى ما ليلها معنى، حتى عدم معناها الترشيد النفقات راهو ينجم يؤدي لهذا. الى جانب السلطه ايش يقول لك؟ الى جانب السلطه معناها القطاع الثقافي ماهوش قطاع استراتيجي. مصر راهي الاقتصاد بتاعها معمل على الافلام. هذيك علاش قالت الصحفيه انه فما انتاج للثروه من خلال الاعمال هذه. صباح تتحدث زيد على اللي صار البارح في مجلس نواب الشعب، المصادقه على فصول النظام الداخلي المتعلقه بالكتل النيابيه وجدل حول مفهوم المعارضه ولا اجباريه لرئاسه المعارضه للجنه الماليه ولجان التحقيق. لكل 15 عضو او اكثر حق تكوين كتله نيابيه، لا يجوز لنفس الحزب او الائتلاف ان يكون له اكثر من كتله. هكا تحدثت صباح على اللي صار البارح في مجلس نواب الشعب. تقول زادة تفاديا للإشكال الدستوري ولضغوطات العملية الانتخابية نحو تعويض البرلمان لمهام الغرفة الثانية إلى حين استكمال انتخاب أعضائها. هذه أهم عناوين جريدة الصباح. سينا المغرب تتحدث على الاتحاد الأوروبي وتتسائل هل سيدعم تونس الاتحاد الأوروبي، وتقول زادة دخول اتفاقية إقامة المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر حيز التطبيق تونس انضمت لها في مارس 2018. الشروق اليوم الحقيقة العنوان الكبير في العيون، شروق البحر يلفظ 170 جثة وإنقاذ 1272 حارق، كارثة في صفاقس. وكان تبعتوا شوية الأخبار اللي صار فيها في صفاقس، بشتم حتى دفن الجثث هذه وأغلبها لأفارقة جنوب الصحراء. احنا طبعا بعديك في اسمع منه نسمع تصريحات الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني باش يعطينا أكثر تفاصيل حول الموضوع هذا. سينون زادة تتحدث الشروق على البرلمان وتقول يقر انتخاب رئيسه لمدة نيابية كاملة، وتتحدث على المصادقة على فصول النظام الداخلي وأعطت بعض الهوامش كما نداء إلى رئيس الجمهورية من عضو مجلس نواب الشعب أحمد السعيدين اللي انتقد أداء ويلي بنزرت واعتبر أنه الويلي سجل مجموعة من الموظفين المتمتعين بالعفو التشريع العام. هذه ما قالوا البارح في مجلس نواب الشعب النائب أحمد السعيداني، والنداء وجهه لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية كمال لفقي. سنو زاد برشا بوليميك صارت على أنه المجلس هذي والبرلمان هذي دون معارضة. أستاذ شنو رأيك في اللي صار البارح في المجلس؟ هو الحقيقة معناها باساج متاع 4 دراج 5 دراج ما عادش نجم نتبع، ما عادش عندي طاقة على أني نستوعب برلمان بهذا الشكل. معناها برلمان لا طعم لا لون لا رائحة، ربما معناها إن شاء الله نكون غلط كما قلتوا برشا ناس في أول حلقة في فلوجة، ولكن يبدو لي البوادر البوادر لا تنبئ بشيء كثير او ايجابي. ماكرم وانت شنو رايك في الجلسات الحقيقه؟ انا متبعتش اما اليوم ما نجموش احنا نمارسوا حياه سياسيه بدون معارضه.
باش نبداو واضحين. ما نجموش كل نبداو في صينه واحده. وما نجموش كلنا مصفين وراء واحد وراء واحد برك. هو في عهد بن علي وما ادراك كانت حتى معارضه كرتونيه معارضه. لا كانت فما معارضه راديكاليه ومعارضه صحيحه. لكن ثم المعارضه كانت مقربه للسلطه هذيك. اي ما همناش فيها في الانتخابات. يخلقها بن علي. لكن ثم معارضه اليوم ديما نحن حتى من قبل رغم اني راني مع مسار 25 جويلية. لكن ديما نقول لكن اليوم ديما نقول لك يلزم نفتحوا على الراي الاخر. راهو حتى واحد اللي عنده الحقيقه كامله وحتى واحد ما عنده الكمال كامل لله اليوم يلزم ناخذوا الراي الاخر ونسمعوا غيرنا ونسمعوا رواحنا ونقيموا ونشاركوا العباد. اكيد نشاركوا اليوم ضم شركاء يلزم موجودين راهو كل معارضه كاتحاد التونسي للشغل كيما لوتيكا كيما المنظمات الحقوقيه و بالمنطق البسيط مكرم وقت اللي تقع أزمة يتحملوها الناس نسكل. كل وتجي على روس الناس كل أش معناها أنت وحدك تخمم لي اليوم أستاذ برقيبة اللي نحن وقت الناس بسالت فيهم بربي سامحني مكرم انا باش نعلق على كلام الاستاذ هذا استاذ فما زاد راي اخر يقول لك احنا اليوم في اطار انساء ارساء هالمؤسسات هذيا بدينا بالبرلمان مازال قاعد ينظم في اموره الداخليه قانون داخلي نحكيو على حصانه السياحه البرلمانيه اللي عادلنا منها برشا فما ناس تقول لك احنا اليوم نحكيو على اشخاص ماناش نحكيو على كتل وماناش نحكيو على احزاب اي على احزاب كيما قبل دونك فما ناس مازالت متوسمه خير وتقول لك خلي يتم ارساء هالمؤسسه التشريعيه هذيا نظم روحها لداخل تبني القانون الداخلي نتاعها ومن بعديك نبداو في النقد نتاعها اذا كان الخدمه ما عجبتناش ولا اذا كانت التشريعات ما كانتش في مستوى التاملات نتاعنا. انا ما قلتش هيرا هو لا انا قلت انا ما قلتش لا باش يعطينا صفاره بدايه المباراه. المباراه قاعده تمشي راه هي معناها من قبل المباراه تتحسم ساعات المباريات كيف البارح اكيد 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 يا مكرم لازم يمشي للكره اي اكيد يا مكرم دور مباريات بالضبط. هو الحقيقه بالمنطق السليم راهو ما فماش حاجه تحتكر ومن بعد تعطيها لي وتقول لي اي طو اجا شارك راهو ما عندكش الحق باش تستدعاني وقت اللي تحب انت باش تكمل بيا صوره البرلمان او صوره المجتمع المدني او صوره المعناه الوسطاء ولا الاجسام الوسيطه وما الى ذلك. نحن في مسار منحرف على المسار اللي نجم يحق لنا امال هل تونس. بك يا ريم قلت اني بورقيبه نكمل فكرتي إيه؟ أي. زي ما بورقيبه وقتها بعد الاستقلال انفتح الجميع وما عادش الاتحاد الشغل لا عاد حتى واحد يعني هذه اليوم راهو الشركاء في كل شيء المنظمات والاحزاب المعارضه شركاء في كل شيء معارضه بشكل متماشى ومش المعارضة المدعمة من الخارج ومش المعارضة اللي تخدم نجيبها الخاص المعارضة الحقيقية اللي تاخذ منك فكرة وتناقشك فيك فكرة ونخرجوا فكرة مشتركة في صالح الجميع في صالح البلاد هذه المعارضة نحبها اي باش نوصلوا المعارضة حقيقية راهو حتى حد ما ينجم يملس مجتمع كيما يحب هو هذايا راهو في كوسموس اخر في معناه كوكب اخر ينجم يعملوا وقت اللي يكون بينه وبين روحه وهنا رانا ماناش نتحدثوا على الواقع نتاعنا اما معناه كيفاش النجم نوصلوا الى واقع ياسر حلو كنا نحلموا به في 2011 يلزم التشريعات تكون معناها ناجحه على هيك الحوار على هيك النقاش راهو يلزم نخطئوا ويلزم نحسنوا الاداء نتاعنا ويلزم نرجعوا نشدوا معناها الطريق الصحيح ويلزم نتعظوا بالاخطاء نتاعنا لكن ويلزم من مجلس التاسيس ويلزم الناس تتحمل مسؤوليتها في الحساب لكن خارج الحوار وخارج النقاش وخارج الانتخابات اللي تكون فعليا انتخابات شفافه ومحايده ومستقله وديمقراطيه ما نجموا نصنعوا حتى شيء استاذ انت قلت نرجعوا لم نكن حتى نرجعوا لا نرجعوا نحن كانت على معارضه نتاع الكاسكا
ومعارضة نتاع الكفوف والمعارضة نتاع البنية والمعارضة نتاع باع في وسط البرلمان هذا كل كانت موجودة لم تكن معارضة حقيقية كما نحبوها نحن ولذا يلزم نطمحوا نقول كي نقول نرجعوا كأننا كنا واليوم لم نكن نحن لم نكن سابقا حتى نكون نرجعوا حبيب ذخرة صحية هي الاختلاف راهو داخل البرلمان على خاطر برلمانات العالم الكل فيها حتى أكثر من اللي يصير في تونس ولكن المشكلة أنه التونسي قلق وتعب من الحبيش عنده الحق يصير حتى أكثر من حكاية الكاسكا عنده الحق التونسي لكن أتونسيو رانا هزينه باش يلغي كل شيء والعدم راهو ماهوش موجود العدم معناه الفراغ تعبيه ناس اخرى وينو الفراغ استاذ اللي فما برلمان منتخب اعضاء منتخبين الفراغ راهو مش في الشكل في المحتوى خاطر الشكل بن علي كان عنده برلمان بورقيبه كان عنده برلمان هتلر كان عنده برلمان موسوليني كان عنده برلمان ايوه لكن برلمان 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 عنده برلمانات برلمان تونس 2023 ماهوش اوموجين لا إيش أقول لك أنا باش نقول لكم عليها وهذا اللي يعلنوه هما ما فما حتى واحد في الواحد هذا يقول لك أنا خارج المسار معناها الكلهم قاسين تسكرهم داخل الفاجونة نتاع التران إن شاء الله موش السكاك الحديدية التونسية التونسية معناها من داخل مسار 25 وهذا مؤذي جدا للمستقبل هذا يدور في جرائد اليوم إذا كنت حبوا تشري والصباح الشروق والمغرب هذه أهم العناوين الموجودة في ثلاثة جرائد في الصباح كنا حكينا على الأعمال الدرامية التونسية بيجي يختار إنه يذكرنا في غنية لمسلسل جينيريك هي هكا مسلسل الفلوج على قناة الحوار التونسي.